أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة، وهذه هي أبرز العناوين. العرب اللندنية زيباري يثير غضب الميليشيات بدعوته إلى إخراج الحشد من قلب بغداد. أخبار الخليج البحرينية، قوات تضغط على الكاظمي للإفراج عن مسؤولين متهمين بقضايا فساد لها صلة بإيران. وفي تقرير للعربي الجديد، ناشطو العراق يستعدون لاستئناف تظاهراتهم. من المقالات يكتب أمير الشبلي في المدى العراقية: العراق دولة من دون اندماج اجتماعي. ويتساءل عبد الرحمن شلقم في الشرق الأوسط: ماذا بقي للعرب؟ لحظات وتأتيكم التفاصيل. قالت صحيفة العرب اللندنية إن هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقية الأسبق أثار غضب الميليشيات بدعوته إلى إخراج الحشد من قلب بغداد، وفجرت تصريحاته عاصفة من الجدل. ويعتقد زيباري أن استمرار سيطرة الحشد الشعبي على المنطقة الخضراء وطرقها المؤدية إلى مطار بغداد لن يخدم العراق وعلاقاته الخارجية. أوضحت صحيفة الشرق الأوسط أن موالين لإيران أحرقوا مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، ولم تتمكن المئات من عناصر الشرطة المتواجدة في المكان من إيقاف العناصر التي هاجمت المبنى الحزبي واكتفت بمراقبة ما يحدث. بيّنت صحيفة أخبار الخليج البحرينية أن قوات تضغط على الكاظمي للإفراج عن مسؤولين متهمين بقضايا فساد لها صلة بإيران، وأن هناك محاولات للتخفيف عن المتهمين أو الإفراج عنهم بدعوى أن اعتقالهم تم بطريقة الاختطاف، وهذا يعد نوعا من التواطؤ من قبل جهات سياسية منتفعة من الفساد. ونبقى في أخبار الخليج البحرينية التي أكدت أن فصائل عراقية موالية لإيران تعرض هدنة مشروطة مع واشنطن بالتوقف عن مهاجمة السفارة الأمريكية في بغداد، شرط أن تعلن واشنطن انسحاب قواتها بحلول نهاية العام الجاري، الأمر الذي اعتبرته بغداد غير ممكن. عنونت صحيفة القدس العربي العثور على جثث عراقيين اختطفهم الحشد الشعبي جنوبية تكريت. ونقل المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب أن ميليشيا مسلحة تنتمي إلى عصائب أهل الحق قتلت 12 مدنيا بحملة دهم في قضاء بلد جنوبية صلاح الدين. قالت صحيفة المراقب العراقي إن الحكومة تتعامل بازدواجية مع متظاهري تشرين والخريجين، وفيما يواصل أصحاب الشهادات الأولية والعليا اعتصاماتهم السلمية على أبواب المنطقة الخضراء للمطالبة بتعيينهم. يؤكد مراقبون أن مسألة التعامل مع ملف المتظاهرين فيها الكثير من الانتقائية واللجوء إلى العنف المفرط. وفي تقرير للعربي الجديد، ناشطو العراق يستعدون لاستئناف تظاهراتهم وفك التجميد الاختياري لتحركاتهم بسبب تفشي فيروس كورونا، والانطلاق مجددا في احتجاجاتهم لتجديد المطالبة بقانون الانتخابات العادل والنزيه وتأكيد إجراء الانتخابات المبكرة ومحاسبة قتلة المحتجين ومنع التدخل الخارجي الإيراني والأمريكي على حد سواء، وسط إجراءات اتخذها الناشطون لمنع أي ذريعة تتخذها قوات الأمن لقمعهم. وهذه انتقالة المشاهدين إلى الكاريكاتير.
من المقالات يكتب أمير الشبلي في المدى العراقية: العراق دولة من دون اندماج اجتماعي. يقول الشبلي: لا شك أن المجتمع العراقي عانى من مشكلة الاندماج والتكامل الاجتماعي والسياسي، وهذه الأزمة تعبر عن عدم قدرة النظام السياسي على إقناع الفئات والطوائف والقوميات على هوية وطنية واحدة جامعة تمكن المجتمع من الانتقال من حالة التشظي إلى حالة التكامل. ويتساءل عبد الرحمن شلقم في الشرق الأوسط: ماذا بقي للعرب؟ وهل استنفدت صيغ التجمع العربي إمكانية الاستمرار بعد فشل حلم الاندماج من المحيط إلى الخليج؟ ويرى الكاتب أنه لم يبقى إلا خيار الدول الوطنية التي تحدد مصالحها، وهذا الخيار هو المنقذ من التشظي العربي. أخيرا يكتب عبد الله الفرج في الرياض السعودية: مثلث واشنطن بكين موسكو. ويرى الكاتب أن أطراف المثلث لا يزالون يلعبون الألاعيب، فالولايات المتحدة تحاول أن تتقارب مع موسكو لمواجهة بكين، في حين تتقرب بكين من موسكو لمواجهة واشنطن. وهناك توقعات أن موسكو وواشنطن على أبواب صفقة بينهما قبل الانتخابات الأمريكية. مشاهدينا، سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة الكاتب الصحفي إبراهيم الشيخ من صحيفة أخبار الخليج البحرينية. يسرنا تفضلكم بمتابعة مجريات الحوار. أهلا بكم مجددا مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب بضيفي عبر الهاتف من المنامة الكاتب الصحفي إبراهيم الشيخ من صحيفة أخبار الخليج البحرينية. مرحبا بك معنا سيد إبراهيم إلى هذا الحوار. مرحبا بك أخي إحسان، ومرحبا بجميع المشاهدين والمتابعين، حياكم الله. أهلا بك. دعنا نبدأ من عنوان صحيفة العرب اللندنية: هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقية الأسبق أثار غضب الميليشيات بدعوته إلى إخراج الحشد من قلب بغداد، وفجرت تصريحاته عاصفة من الجدل في العراق. كيف تقرأ دعوة زيباري؟ حقيقة يعني واضح جدا يعني تصريحات وزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري لم تنطلق من تصرف شخصي، وإنما هناك ضغوط خارجية يعني واضحة جدا في الموضوع، وخاصة عندما يعني نسمع ونقرأ عن تهديدات أمريكية بإغلاق السفارة، إضافة إلى ما نسمعه حقيقة من الأضرار التي تتسبب بها تلك الميليشيات في الداخل العراقي وفي سمعة العراق الخارجية، فأعتقد بأنها تأتي ضمن هذا السياق. نعم، في ذات السياق يعتقد زيباري أن استمرار سيطرة الحشد الشعبي على المنطقة الخضراء وطرقها المؤدية إلى مطار بغداد لن يخدم العراق وعلاقاته الخارجية. برأيك من المستفيد من كبح جماح علاقات العراق الخارجية مع دول العالم؟ يعني الوضع اليوم في العراق لم يعد يعني متفرد فقط، يعني شفنا نفس الوضع شبيه في لبنان عندما يقوم حزب الله بنفس الدور الذي تقوم به الميليشيات خدمة للمشروع الإيراني في المنطقة. أي دولة يعني تحترم نفسها لا تسمح بوجود دولة داخل دولة، وأعتقد بأن هذه الميليشيات المدعومة بوضوح جدا من إيران هي لا تريد حقيقة لأي حكومة أن تسيطر على الواقع العراقي وعلى الوضع العراقي الداخلي من خلال تواجدها الداخلي، وبالتالي هذه الأمور تنعكس بوضوح جدا على علاقة العراق الخارجي مع دول العالم، كون أنهم لا يتعاملون مع دولة لها قوانين واضحة ولها يعني نظام واضح، وإنما مع ميليشيات تتحكم
في مفاصل الدولة ووزارات المختلفة، وهذا ما لن يرضاه أي طرف خارجي يتعامل مع العراق. فبالتالي المستفيد طبعا من كبح جماح علاقات العراق الخارجية من مع دول العالم هي إيران، وهي المحرك الرئيسي لهذه الميليشيات في العراق. طيب نتحول إلى صحيفة الشرق الأوسط التي تقول إن موالين لإيران أحرقوا مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، ولم تتمكن المئات من عناصر الشرطة المتواجدة في المكان من إيقافهم، واكتفت فقط بمراقبة ما يحدث. إذا نفهم من ذلك أن الميليشيات في العراق تعمل دون رادع من الحكومة، على ماذا تعتمد برأيك؟ واضح جدا تعتمد على غياب الدولة في مواجهتها، لأنها هي الدولة، يعني هي من تنظر لنفسها بأنها هي الدولة. وعندما حقيقة يعني نقرأ الأخبار من مصادر مختلفة، نقرأ في بعض الصحف موالين لإيران وبعض الصحف تتكلم عن ميليشيات الطائفية، هي حقيقة المصدر هو واحد، نحن نتحدث عن مافيا تريد أن تتحكم بمفاصل الدولة العراقية. ومن المعروف في أي موقع بأن يعني نظام المافيا في أي مكان، نظام العصابات لا يسمح بأي تهديد لهذا النظام المجرم بأن يتحكم في مصالحه الاقتصادية، السياسية، إلى التجارية، إلى آخره. نعم، صحيفة أخبار الخليج البحرينية تعنون: قوى تضغط على الكاظمي للإفراج عن مسؤولين متهمين بقضايا فساد لها صلة بإيران، وهذه القوى منتفعة أيضا من الفساد. هل يستجيب الكاظمي لهذه الضغوط؟ عندما نتحدث طبعا عن هذا الموضوع يجب أن نقرأ خلفيته الطويلة منذ 2003 إلى يومنا هذا. الدولة العراقية تشكلت فيها مافيا فساد مدعومة من إيران، مافيا طائفية، ومافيا أيضا مرتبطة بالأحزاب الأخرى التي باتت تخشى، وفي نفس الوقت هي تنتفع مما يحدث داخل الدولة العراقية، والمتضرر الوحيد هو المواطن العراقي الفقير. السؤال هنا، هل تلقى الكاظمي كما تقول الأخبار دعما من السيستاني ليقوم بهذا الإجراء، وهل هو مستعد يعني في حربه ضد الفساد أن يتواصل بنهج تصاعدي؟ هل بإمكانه أن يصل إلى نور المالكي وإلى ميليشياته التي دمرت العراق ولا زالت تسرقها إلى يومنا هذا حتى بعد رحيله؟ نحن نتحدث عن رئيس حكومة جديد يواجه تحديات كبيرة، هل سيواصل نهجه؟ هل سيقبل التحدي؟ أم سيخضع لحدود الموازنات والتسويات السياسية التي كما يقولون تحمي العنب ولا تقتل الناطور؟ يعني أعتقد بأنه معادلة صعبة جدا، بإمكانه أن يواصل إذا أراد أو بإمكانه أن يتنحى. ليس الكاظمي فقط، وإنما هي حقيقة هي الحرب في أكثر من دولة دخلها الاحتلال الإيراني وغير الإيراني. عندما نتحدث عن مافيا الفساد تتحدث إما أن تكون الدولة وإما أن لا تكون. أيضا في صحيفة أخبار الخليج البحرينية عنوان: فصائل عراقية موالية لإيران تعرض هدنة مشروطة مع واشنطن بالتوقف عن مهاجمة السفارة الأمريكية في بغداد، شرط أن تعلن واشنطن انسحاب قواتها بحلول نهاية العام الجاري. ما المتوقع بشأن هذه الهدنة وما هي تداعياتها المستقبلية؟ إذا سمحت لي أستخدم لفظ أو مثل شعبي قبل أن أجيب عن هذا السؤال، عندنا مثل بحريني يقول إبليس ما يكسر مواعينه، يعني الشيطان لا, 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 لا يتخلص من أصحابه مثل ما يقولون. يعني إذا أردنا أن نجيب حقيقة عن هذا السؤال يجب أن يعني نجيب عن التساؤلات الواضحة: من كان يدفع رواتب هذه الميليشيات داخل العراق؟ ذلك باعتراف التقرير من الكونغرس الأمريكي الذي صدر قبل أشهر بأن أمريكا كانت تدفع رواتب هذه الميليشيات داخل العراق. الأمر الآخر، نحن نتحدث عن هدنة، والهدنة فيها طرفان أو طرفين اثنين. يعني عندما نتحدث عن طرف الأول هو من احتل العراق ودمر العراق وهو الطرف الأمريكي،
ونتحدث عن طرف آخر وهو الطرف الذي استلم المهمة بعد ذلك وواصل تدمير العراق وارتبط بالمشروع الإيراني وما زال يدمرها. إذا نعتقد بأن يعني العملية واضحة جدا، يعني الهدنة هي فقط للحفاظ على المصالح لترتيب الأوراق داخليا حتى يقل الضغط على الميليشيات الإيرانية وأجندتها داخل العراق. وهذا الموضوع طبعا الجميع يعلم بأنه متغير بحسب الإدارة الأمريكية، هناك إدارة تدعم بقوة وهناك إدارة تدعم فوق الطاولة وهناك إدارة تدعم هذه الميليشيات من تحت الطاولة، فلا أعتقد بأن الموضوع موضوع ذبال حقيقة يعني. نعم، ننتقل إلى صحيفة القدس العربي التي تنقل عن المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب أن ميليشيا مسلحة تنتمي إلى عصائب أهل الحق قتلت 12 مدنيا بحملة دهم في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين. بماذا تفسر عمليات القتل الممنهجة والمستمرة منذ احتلال العراق عام 2003؟ أحسنت أستاذي، يعني هي عمليات واضح أنها ممنهجة منذ العام 2003 من بعد أن رحل الاحتلال الأول وجاء الاحتلال الثاني، بات القتل أكثر عنف أكثر عنفا وأكثر وحشية لأنه ارتبط بالجانب الطائفي البغيض المدعوم من إيران لتصفية عنصر أو عناصر رئيسية في المشهد العراقي. لذلك أعتقد بأن عمليات القتل أهدافها واضحة، الطرف المنفذ لها أيضا واضح، والهدف أيضا واضح بأنه تكسير أي روح بإمكانها أن تقف ضد أي مشروع يسعى لإصلاح الوضع العراقي، للتخلص من الفساد الطائفي، للتخلص من الميليشيات الطائفية، لإعادة العراق إلى ما كان عليه بلدا عربيا قويا ناهضا بأبنائه. الهدف واضح والمنفذ واضح، وأعتقد بأن الموضوع لم يتوقف وأنما سوف يستمر، لأن إذا ما استمرت هذه الميليشيات في التحكم في مفاصل الدولة العراقية. لذلك قلت في أحد الإجابات عن أحد الأسئلة الماضية، هذا تحدي حقيقة لأي حكومة تحكم العراق، إما أن تكون وإما أن لا تكون. نعم، صحيفة المراقب العراقي تقول إن الحكومة تتعامل بازدواجية مع متظاهري تشرين والخريجين المطالبين بفرص عمل، ويؤكد مراقبون بشأن ذلك أن مسألة التعامل مع ملف المتظاهرين فيها الكثير من الانتقائية واللجوء إلى العنف المفرط. لماذا الازدواجية وعدم تحقيق المطالب لجميع المتظاهرين؟ هذا يشير حقيقة إلى يعني الخلافات الحقيقية الموجودة في صلب التعاطي مع هذه الملفات داخل الحكومة العراقية. عندما نتحدث عن هذه الخلافات فنحن نتحدث بأن هناك أكثر من أجندة موجودة، على الرغم من وجود شخصية مثل الكاظمي يريد أن يغير، ولكن أعتقد بأن الوضع الموجود حاليا ليس بالإمكان تغييره خلال يعني فترة حكومة واحدة أو حتى فترتين أو ثلاث فترات. هناك انتقائية لأن هناك طائفية في تحكم البلد، هناك انتقائية في التعامل مع المتظاهرين لأن الجميع يتعامل مع العراقيين ليس كمواطن عراقي وإنما يتعامل معه كطرف سني أو كطرف شيعي أو أو أو. لذلك سوف تتكرر هذه المشاهد في أكثر من ملف من الملفات العراقية وليس فقط في التعامل مع المتظاهرين. أيضا تقرير في صحيفة العربي الجديد يقول ناشطو العراق يستعدون لاستئناف تظاهراتهم وسط إجراءات اتخذها الناشطون لمنع أي ذريعة تتخذها قوات الأمن لقمعهم. لماذا يتواصل القمع بحق الناشطين؟ لقد تابعنا يعني أحداث الدول العربية منذ 2011 وفي أكثر من دولة حقيقة. الأثر الذي يحدثه المتظاهرون يعني المناهضون للفساد وللظلم وللطائفية ولغيرها من الأسباب حتى نصل إلى الخبز، يعني إلى أقل المطالب كما يقولون وليست المطالب السياسية. هذه المطالبات حقيقة وخاصة في بلد مثل العراق تعتبر شرارة، استمراريتها يعني تهديد كل منصب حكومي
تهديد كل طرف منتفع وصاحب أجندة طائفية في الدول التي تحترم نفسها، وأعيد وأكرر هذه العبارة، تسمح بأن يعبر المواطن عن نفسه من خلال هذه المظاهرات. ولكن تخيل بأن يعني حقوق العيش الآن باتت محدودة في بعض دول العربية ومن ضمنها العراق. هناك مواطنين يموتون من الجوع، يموتون من العطش، هناك تحديات كبيرة ليست ربما المطالب السياسية الآن من يعني من الأهمية بمكان من يفكر بها المواطن العراقي، ولكن مع ذلك يعني هذا لا يعني بالتخلي عنها. ولكن نحن نقول بأن هذه المطالب متى ما تحركت فإن نتيجتها واضحة، سوف تسقط أي منظومة للفساد، سوف تسقط أي منظومة طائفية، سوف تسقط أي منظومة منتفعة ويعني تتحقق لها المصالح داخل الدولة العراقية على حساب المواطن الفقير، سواء كانت مصالح المواطن الفقير سياسية أم معيشية. إلى زاوية مقالات، حيث يكتب أمير الشبلي في المدى العراقية: العراق دولة من دون اندماج اجتماعي. ويرى الكاتب أن النظام السياسي في العراق غير قادر على إقناع الفئات والطوائف والقوميات على هوية وطنية واحدة جامعة تمكن المجتمع العراقي من الانتقال من حالة التشظي إلى حالة التكامل. كيف تتم عملية إقناع المجتمع بهوية وطنية واحدة وجامعة؟ أستاذ الكريم، يعني هذا السؤال نحن نتحدث عن أكثر المشاهد تعقيدا في ما يواجه الدول المتحضرة كأمريكا وكبريطانيا وغيرها، وليست الدول التي تعاني أصلا من احتلال ومن تسلط ميليشيات وإلى آخره وإلى آخره. الموضوع يعني إقناع المجتمع بهوية محتاج إلى عدالة اجتماعية، محتاج إلى نظام سياسي واضح لا يفرق بين طوائف المجتمع، محتاج إلى تعريف واضح لمفهوم الوطنية وللوطن وللأرض ولتوزيع الثروات داخل هذه البلد. من الواقع العربي، يتساءل عبد الرحمن شلقم في صحيفة الشرق الأوسط: ماذا بقي للعرب؟ وهل استنفذت صيغ التجمع العربي إمكانية الاستمرار بعد فشل حلم الاندماج من المحيط إلى الخليج؟ برأيك، هل استنفذ العرب مقومات التجمع العربي المشترك؟ نحن حقيقة استنفذنا يعني مقومات التجمع العربي المشترك منذ أمد بعيد، لأن حقيقة كل التجمعات السابقة الموجودة كانت شكلية وأثبتت بأنها هشة مع أبسط الامتحانات، سواء كانت الخليجية، العربية، الإسلامية إلى آخره. ولعل آخرها يعني للإجابة عن سؤالك، اليوم ما تعانيه الدول العربية هم يبحثون عن تخيل دولة تقبل بأن تمسك زمام الجامعة العربية. يعني هل تتخيل أستاذ حسان إلى أين وصلنا؟ يعني كل الدول تعرف بأن هذه الجامعة ليس لها أثر. قبل يومين أعلن الاحتلال الصهيوني بناء مستوطنات بالآلاف في الأرض المحتلة. الجميع تابع قرار الإدانة الأوروبية لهذا القرار، ولم نسمع أي إدانة من الدول العربية، بل للأسف نحن نسمع اليوم انهزام ونسمع تسارع إلى التطبيع مع كيان محتل وغاصب دمر الأرض وأهلك الحرف والنسل. وبالتالي الإجابة عن هذا السؤال بالتأكيد، لقد استنفذ العرب جميع مقومات التجمع العربي المشترك، ونسأل الله السلامة والعافية فيما يعني سوف يأتينا من أيام، لأني حقيقة أرى تاريخ الأندلس يتكرر من جديد. نعم، في ختام الحوار أشكرك أستاذ إبراهيم الشكر الجزيل لمشاركتك معنا. شكرا جزيلا أستاذي، حياكم الله. مشاهدينا، كان معنا عبر الهاتف من المنامة الكاتب الصحفي إبراهيم الشيخ من صحيفة أخبار الخليج البحرينية. نشكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.